أن غتكون عندنا العدالة المجانية ما غادي نساو حتى إقليم هذا الوعد. يعني ووعد شرف على أن جميع الأقاليم سوف تبقى تأخذ الحصة ديالها من هذا التوزيع لأن رغم ما كندويوش على سي با أن لوكا سي أون نيسيسيتي سي أون أوبليغاسيون يعني هادشي اليوم مهم ومهم جدا ومن أولويات الأولويات ديال الجماعات يعني ما باجيناش نديرو غير شي حاجة غير بغينا نديرو المينيموم ديال الجماعات اليوم هو أننا يكون عندنا هاد الخدمة متاحة ممكن لينا نجاوبو على الناس ونحيدو من الفيضانات ديالنا واليوم المشكل الكبير وراه قلتها قبيله هو مشكل الماء اليوم كنتكلمو على توزيع الماء والكهرباء كنبغو هاد الماء اللي غادي نوزعو بعداك على هاد الجهود هناك جفاف قاتل اليوم سد المسيرة خاوي اليوم يعني للأسف ما تمكناش على أننا نجيبو الكمية اللي خصنا نجيبو من السدود الأخرى وبالتالي راه عندنا تحدي كبير هاد مجموعة الجماعات أكيد هو تشريف لكم من طرف الجماعة الترابية ولكن لازمكم تعرفوا أن يكون عمل كبير حيت غدا الماء غاديش يبقى في الجهة ديال السطاف وديال سيدي بنور غادي توصلوا الجفاف حتى للدار شنو غنديروا؟ وهادشي اللي كنقول غدا سي الأيام المقبلة يعني راه مكنتكلمش على الأشهر الجاية كنتكلم على لحدود الشهر المقبل غادي يكون عندنا مشكل إلا منزلوش الأمطار إلا معندناش باش يعني نوليو نشربو في الأيام المقبلة غادي يكون عندنا صعب أننا نشتغلو داخل هذا المجموع هذا هو التحدي الأول والكبير اللي غادي تلقاوه أمامكم اليوم وهو كيفاش توصلوا الماء الشروب للساكنة اللي نتوما مسؤولين عليها اليوم وهادشي اللي غادي نشتغلو محطة تحلية الماء تعطلات بزاف في الجهة ديالنا وكنخصها تاخد سنين خاصها اليوم تكون أوبيراسيونيل باش منكونوش في هاد الضيق راه أزمة دلنا أزمة كبيرة يمكن مكنتكلموش على هاد الشكل اللي خصنا نديرو ولكن رحنا وصلنا يعني لواحد المرحلة اللي أكيد راه غادي نبداو نسدو الماء غادي نبداو نشعلو الماء للأسف مكناش نوصلو لها ولكن كان الحكومة السابقة كان خصها تاخد مسؤولية وللأسف هادشي مكانش وحنا اليوم خصنا نوقفو على لاستاسيون ديسالمون ونسرعو فيها ونكونو أكثر فيها خصها تخرج الوجود في أقل وقت ممكن خصنا اليوم شنو نشوفو لو سي في شنو كنا ناخدو نعطيو من لاستاسيون ديالو الجديدة خصنا نعطيوها الما ستات خصو يكون الما كنبيع على مادة حيوية أولا يعني قبل ما نديرو هادشي خصنا نمشيو نقلبو على باش نشربو كنظن على اليوم إذا كنتكلمو على هاد المعضلة راه خصنا نتكلمو عليها بصراحة نحن مهاجرين نديرو لغة خشب كامل حنا كنقولو الصراع بيناتنا وغتبقى الصراع بيناتنا علاش لأن خصنا نتقاسمو المشاكل قبل من المحاسن إن شاء الله المحاسن غتجي من بعد ولكن اليوم عندنا مشاكل خصنا نقومو بها إن شاء الله ونتحداوها جوج تبع اليوم الحضور ديالكم وهو تصويت ولا تكوين مجلس يعني مكتب مجموعة الجماعات الدار البيضاء سطات للتوزيع هي مجلس جديد طبعا اللي عنده اختصاصات توزيع الماء والكهرباء والتطهير داخل جهة الدار البيضاء سطات مكون من 165 جماعة ترابية وعدد الأعضاء 214 مجلس جديد اللي خصو طبعا مكتب اليوم تمت تصويت على الرئاسة ونواب الرئيس وكاتب المجلس ونائبه طبعا هناك مراحل إن شاء الله في الأيام المقبلة وتكوين لجان وبعد ذلك تكوين المقر الجديد والمهام المنوطة بهاد مجموعة الجماعات تطور كبير يعني على الصعيد الوطني لأننا اليوم تكون عندنا مجموعة جماعات ترابية كنظن أول مرة أكبر مجموعة جماعية لأن 214 عضو ليست بالهينة مكونة من جميع الأحزاب السياسية الحمد لله اليوم كان تصويت بإجماع على جميع يعني أعضاء المكتب وهذا في حد ذاته يعني عرب المسؤولية اللي ملقات اليوم على العاتق ديالنا هما كلهم منتدبين من الجماعات الترابية 165 وطبعا هذا الانتداب خلى على أنهم عندهم مسؤولية ديال توزيع الماء والكهرباء والماء والتطهير داخل المجال الترابي للجهة وخصوصا يعني المجال القروي اليوم غادي تكون مسؤوليه اللي موضوعه على العاتق ديالنا هو اننا نوصلوا هاد الوسائل كلها للعالم القروي والنهوض بالعالم القروي اكيد هناك تحديات كثيره اكيد غادي خص واحد المجموعه ديال التجهيزات ولكن اللي هو اكيد وهو اننا كنا اراده ويعني وعزيمه على خلق من هذه المجموعه فضاء للتشاور وتكون التعاون وروح المسؤوليه هي
يعني هما السمات ديال جميع الاعضاء ديال هذه المجموعه الجديده داخل تراب جهه البلده.